تأخرت قليلاً بقوة تظاهراتها، لكن نار الثورة لطالما كانت متقدة تحت صخورها السوداء تنتظر اللحظة المناسبة. بركان السويداء يثور مجدداً في وجه نظام الأسد رافضاً الاستمرار تحت حكمه، والذي أورث السوريين الفقر والحرمان، بينما ينعم أزلامه والحلقة الضيقة منه بكل الميزات والأموال وحياة الترف. اختار أهل السويداء إطلاق تظاهرات شاملة في لحظة فارقة من تاريخ سوريا، حيث أجهض النظام الحل السياسي وأوصل الأمور إلى طريق مسدودة، ضاغطاً على العالم أجمع للتطبيع معه، لكن فجأة خرق جدار الصمت في جنوب البلاد. أمام هذه التظاهرات حاول البعض إلباس الحراك الشعبي تسميات متعددة والتقليل منه، لكن الرد جاء سريعاً من مناطق أخرى لا تخضع لحكم النظام تساند ثورة السويداء والحراك الشعبي الموازي الذي عاد للظهور في درعا مهد الثورة التي ظل النظام ليوهلى بوأد الثورة فيها. ويؤكد الناشطون في تظاهرات السويداء أن الأخيرة لطالما دأبت على التذكير بحضورها وانتمائها للثورة وللشعب السوري المقموع، لكن النظام كان كل مرة يستخدم العنف والاعتقالات والاغتيالات لقمع حراكها. هو الهتاف نفسه يعود للانطلاق في بقعة جغرافية جديدة في سوريا، في وقت يحاول النظام الالتفاف على المطالب الشعبية عبر زيادات في رواتب الموظفين ووعود أطلقها ممثلوه في السويداء بإصلاحات اقتصادية وصولاً إلى تغيير الحكومة. تعود السويداء للثورة متسلحة بذكرى الاستقلال الأول، والذي شاركت بصناعته مع بقية المناطق السورية، لكن فارق اليوم عن الأمس أن الثورة ضد دكتاتور يتمسك بالسلطة ويضحي بسيادة البلاد للخارج مقابل البقاء على كرسيه.